تحياتي ليك تاني كابتن ايمن وكل الساده الضيوف حضرتك وكل الساده المشاهدين. خلينا النهارده كان نقول ان كان في طاقم تحكيم مكون من ابراهيم نور الدين كان حكم الميدان، مساعد رقم واحد وائل شعبان من منطقه اسكندريه، احمد لطفي كان من منطقه الشرقيه، الحكم الرابع محمد عبد الحافظ من منطقه الشرقيه. عندنا حكام الفار الحكم الدولي محمود البنا ومعاه الكابتن سيد حمزه من منطقه اسكندريه. نروح للمباراه زي ما احنا نشوف طاقم التحكيم، هنا الحكم ابراهيم وائل شعبان واحمد لطفي ومحمد عبد الحافظ. هنروح الاول للحاله الاولى كابتن سمير بعد اذنك ونشوف الحاله الاولى. احنا عندنا اربع حالات منهم حاله مهمه جدا هنقف عندها شويه وهنتكلم فيها بشكل كبير. نشوف الحاله الاولى عندنا هنا عاوزين نشوف هنا هل المخالفه تستحق بطاقه ولا لا يا كابتن ايمن في الحاله ديت. نرجع تاني سمير كده بعد اذنك ونشوف هنا اسلوب الدخول او اين بس. اللاعب رقم 20 هنا كابتن هنا دخل بنقول عليه عندنا ثلاث حالات مهمين جدا، الخطا باهمال، الخطا بتهور، الخطا باستخدام قوه زايده. باهمال مفيش فيه بطاقه خالص. بتهور هنا بتبقى فيه بطاقه صفر. استخدام قوه زايده بطاقه حمراء. هنا انا شايف هنا الخطا هنا بتهور وكان يجب هنا ان الحكم هنا يشهر بطاقه صفراء في هذه الحاله، وطبعا دي حاله من الحالات اللي هي كانت اول حاله لم يشهر الحكم البطاقه الصفراء في هذه اللعبه. ونقول هنا المعايير مهمه جدا للحكم لان هنا شايفين هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكره وبالتالي هنا في العرقره بتهور وبالتالي هنا كان في بطاقه مستحقه لم تشهر في هذه الحاله. نشوف الحاله الثانيه بعد كده كابتن سمير. نشوف الحاله الثانيه هنا حاله من الحالات المهمه جدا يا كابتن. نشوف المخالفة، احنا قلنا المخالفة يا اما باهمال يا اما بتهور يا اما استخدام قوة زايدة. نشوف هنا العرقلة من الخلف، نشوف الرجل هنا ما نجحتش وبالتالي هنا كمل بالرجل الشمال ثم بالرجل اليمين. دي على حدود منطقة الجزاء يا كابتن أسامة، وبالتالي عاوز اروح لحظة الخطأ بس كابتن سمير، نفتح بقى الزاوية ونشوف اللاعب نادي الأهلي لحظة ارتكاب المخالفة. لو لم ترتكب هذه المخالفة كان عنده إمكانية يروح ويسدد يعمل باص يعمل يعني هل في هجوم واعد ولا مفيش. هنفتح الكادر كابتن سمير من اول خالص ونشوف الحاله. ايوه نمشي بقى نمشي كابتن سمير ماشي ستوب. هنا كابتن ان لم ترتكب هذه المخالفه كابتن اسامه كابتن محمد اللاعب ده عنده امكانيه يعدي ولا ما يعديش؟ يعدي يروح واحد ضد واحد وممكن يعدي واحد ضد واحد ويعمل باص للي جاي من الناحيه دي ويروح يعمل هدف. دي بنقول عليها حاجتين، كان يجب الاشهار بطاقه للتهور ولتعطيل الهجوم الواعد. تاني كابتن ايمن اللاعب ده ان لم ترتكب هذه المخالفه معاه كان عنده امكانيه يطلع ويروح ناحيه الشمال هيعمل باص عرضي للي جاي او يعمل دريبل يعني ياخد اللاعب ويروح انفراد، وبالتالي هنا يعني البطاقه موجوده للتهور او لتعطيل الهجوم الواعد، ولكن للاسف هنا البطاقه لم تشهر في هذه يعني الحاله. يعني كده بطاقتين صفر. خلينا نروح احنا ماشيين واحده واحده نروح لتطبيق المعايير ومدى فهم الحكم او طاقم التحكيم للقانون. حاله من الحالات المهمه جدا اللي هي الحاله اللي جايه. ستوب. هنا المسافه ما بين الحكم وهذه الحاله تقريبا يعني مش هقول بعيده قوي ولكن كان يجب على الحكم ان هو يكون قريب هنا كابتن اسامه. في بنقول على التمركز وقراءه اللعب، مهم جدا جدا ان الحكم يبقى عنده قراءه ان هنا ممكن يحصل حدث والحدث دوت المفروض ما يفوتش الحكم. بنقول هنا لكل حكام مصر يجب عليك انك انت تتوقع اللعب وتحس بالموقف ان هنا هيحصل حدث وبالتالي هنا المسافه هنا شايف ان هنا المسافه هنا تقريبا بعيده. نروح للحاله اللي حصل عليها جدل كبير جدا جدا يا كابتن اسامه ونتكلم في بروتوكول وتطبيق الفار. انا جاي النص باللغه الانجليزيه يعني عشان بس ما حدش يقول احنا باللغه العربيه بيبقى مختلف، لا انا جايب النص باللغه الانجليزيه الاول بعدين هنشرح الحاله وايه اللي حصل فيها بالظبط يا كابتن ايمن. نشوف كابتن سمير بعد اذنك هات لنا بس النص بالانجلش عشان نوضح الاول. هنا بنتكلم في اول عنصر بنتكلم فيه احنا قلنا اربع حاجات يا كابتن ايمن اللي احنا بنتكلم فيهم. بنتكلم جول نو جول، هدف ليس ايه؟ ليس هدف، ده اول عنصر. بنالتي نو بنالتي يعني ركله جزاء او لا او مش ركله جزاء. الحاله بتاعتنا بقى النهارده ايه هي؟ بنتكلم في دايركت سكند كارد، البطاقه الحمراء المباشره. تاني بنتكلم في دايركت سكند كارد نو
نو سكند يولو كارد. يعني البطاقه الحمراء مش وليس الانذار الثاني. الثاني بنتكلم في اربع حاجات الفار يهمنا في الحاله بتاعتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، اللي هي دايركت ريد كارد، نو سكند يولو كارد. نشوف بقى الحاله ونشوف هل النهارده الفار استدعى الحكم طبقا للبروتوكول ولا كان هناك اختلاف ما بين حكم الفار وحكم الميدان. هذه الحاله طبعا الحكم لم يحتسب ابدا الحاله. هنمشي الحاله كابتن سمير بعد اذنك ونشوف هنا. ماشي نمشي ماشي هنا ستوب. مفيش اي قرار من الحكم كابتن اسامه كابتن علاء، مفيش اي قرار ولا رياكشن من الحكم ان في مخالفه اصلا، وبالتالي هنا لعب الحكم سمح باللعب يتواصل. نمشي وبعد كده اللعب مشي وحصل ريفيو من الفار للحكم في هذه الحاله ونشوف هنا الحاله هي اللي حصل فيها المخالفه، مش هي ديت، لا الحاله الاولانيه كابتن سمير اللي هي بتاعت اليو ديانج هنا. بس هو هنا الفار حصل كوميونيكيشن ما بين الفار والحكم. طب ايه اللي حصل كابتن اسامه؟ هو هنا قال له ايه؟ قال له احتماليه بطاقه حمراء مباشره، حمراء مباشره ده الفار يعني. صح. انا حكم وعارف يعني مزبوط. لان الفار لا يجب ان هو يستدعي الحكم في الانذار. تمام كابتن اسامه. تاني احنا عندنا نص بتاع القانون ان احنا قلنا البطاقه الحمراء وليس الانذار الثاني. هنا الفار اكيد هو استدعى الحكم عشان البطاقه الحمراء مباشره. كابتن ابراهيم طبعا هو هنا بيعمل حديث مع البنا في الكوميونيكيشن، وبعد كده هيروح يعمل منطقه المراجعه هيشوف الحاله ونشوف هو لما بيروح يشوف الحاله. كابتن سمير هنا لازم يدي الاشاره بعد ما بياخد الكوميونيكيشن، بيدي اشاره للجمهور ان انا هروح اشوف الحاله هل تستدعي بطاقه حمراء مباشره ولا هل تستدعي الانذار او لا تستدعي اي شيء. هنا في الحاله ديت هنا البنا والاوبريتور اللي هو شغال بيجيبوا له افضل لقطه للمخالفه عشان ياخد منها القرار كابتن ايمن القرار الصحيح. كابتن ابراهيم بيطلب، ممكن يطلب اكتر من زاويه عشان يقدر يوضح المخالفه تمت باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده. نشوف هنا بيراجع مره واثنين وثلاثه. المهم هو في الاخر خالص كابتن ابراهيم لم يقتنع ان ديت بطاقه حمراء مباشره. يعني انا عاوز في الاخر خالص لما ابراهيم راح هو لم يقتنع بان دي بطاقه حمراء مباشره، وبالتالي هو هنا حتى هنشوف ان هو اشهر الصفراء ثم الحمراء. طب هل يصح لو هو اقتنع بان دي حمراء مباشره كان يجب عليه ان هو اشهر الحمراء مباشره كابتن ايمن. هنا بنتكلم في ايه بقى؟ احنا قلنا استدعاء الحكم في حالات الجون او مش جون، بنالتي او مش بنالتي، كارت احمر مباشر. تمام. هنا حتى الحاله كابتن لما نيجي نحللها حتى نقول ان هذه الحاله ممكن نقول اقصى درجات التهور ممكن بطاقه صفر وليس بطاقه حمراء، وبالتالي ما كان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله، وبالتالي هنا بنقول مفهوم تطبيق الفار يا كابتن اسامه. ايه اللي غلطان في الحاله دي؟ في حالات انا هتكلم كابتن علاء لان في حالات كثيره جدا حصلت وكان فيها الانذار الثاني خطا كذا بره، او حددت الانذار الثاني لو انت هتراجعه حددت الانذار الثاني وهتدي بطاقه حمراء. لو احنا قلنا ان كل انذار ثاني هنراجعه يبقى احنا هنطرد بقى كل اللعيبه. طب كابتن ناصر يعني الفار مين غلطان في الاول؟ كابتن احنا بنقول هنا في مفهوم تطبيق الفار، لان زي ما قلت لحضرتك هو البنا قال ان دي حمراء، ابراهيم قال ان دي مش حمراء. بالظبط. احنا بنتكلم في ايه بقى؟ احنا عاوزين كابتن احنا عاوزين نوصل طبعا لحل النهارده. هذا الخطا او لو كان في خطا لم يؤثر في نتيجه المباراه، نتيجه فوز النادي الاهلي، ولكن المحصله ايه نطلع بيه النهارده كابتن اسامه لحكامنا كلهم؟ يا جماعه من فضلكم لابد ان احنا نفهم تفاصيل وشرح الحاله التحكيميه عشان نبقى انا ومحمد يوسف او انا واسامه وانا وعلاء فاهمين، حتى لما تكلمني تقول لي دي تستاهل كذا، مش في مشكله كابتن اسامه في احمر واصفر. طيب ده انا عاوز اقوله. يحق للنادي الاهلي تدين تظلم للجنه الحكام على طرد ديانج؟ لا كابتن لا يحق، لان ده مش خطا في تطبيق الخطا الاداري. احنا قلنا كل الحالات التقديريه كابتن اسامه هقول لك على حاجه، ما في احيانا بنشوف ركلات جزاء لم تحتسب وكلنا بنتفق عليها والحكم ما بيحسبش. هنا القانون بيقول لك ان كل الاخطاء التقديريه ليس فيها لجنه مسابقات فيها انك انت تعيد، ولكن احنا بنتكلم في خطا في تطبيق القانون. خطا بيبقى مثلا لاعب يستحق بطاقه ان هو مثلا خد انذار وخد الانذار الثاني وما اضطردش وبقى في الملعب بيلعب، لا دي هنا المباراه ممكن تعاد، ولكن الاخطاء التقديريه كابتن ايمن دي مطروقه للحكم، وبالتالي هنا بنقول ايه المحصله ايه؟ من فضلكم المسؤولين
ان النهارده الحكام يجب النهارده نتدرب كتير على احنا عندنا تجربه جديده وحاجه كويسه جدا جدا، ولكن في اللي جاي لابد ان يكون في تنسيق وتفاهم ما بين حكم الفار وحكم الميدان كابتن اسامه، لان لو احنا هنتكلم بقى على الانذار الثاني لما في حالات قبل كده يمكن كابتن سيد كان بيتكلم كان هناك حالات تستدعي استدعاء الفار ويدي فيها بطاقه حمراء، ولكن طبعا ما حصلش. المفروض لجنه الحكام في النهايه بتقول ان هذا الخطا او ان كان هناك خطا لم يؤثر كابتن يوسف في نتيجه المباراه، نتيجه النادي الاهلي كسب، ولكن لاستفاده الحكامنا من فضلك راجع تاني وتدرب تاني عشان يبقى الاخطاء بتاعه التحكيم او الفار يعني بتبقى اخطاء قليله. شكرين جدا، شكرا جزيلا خبيرنا كابتن ناصر. شكرا كابتن ايمن، بشكركم طبعا على تعاونكم ومساعدتكم الكليه في الشرح والتفصيل، ونتمنى زي ما قلت كابتن ايمن ان احنا القناه نادي الاهلي ليس مع ولا ضد، ولكن احنا بنتكلم بالقانون، واحنا جبنا القانون بالنص الانجليش بنقول هذا القانون، وما جبناش النص بالعربي عشان الناس ممكن تقول لك احنا بنعدل في النص ولا حاجه، ولكن هو دوت النص الانجليش احنا اتكلمنا فيه، نتكلم بالقانون، نتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم المصري في المباراة القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي كده اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه استوديو التحليل النهارده لمباراه الاهلي والجونه، الف مبروك للنادي الاهلي، نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا نايم. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن. شكرا كابتن اسامه حسني الف شكر. شكرا كابتن. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.